وأول سؤال أنا تلقاه النهارده من السيدة أم ياسر من هنا. ألو، ألو، اتفضلي يا أم ياسر. لو سمحت يا شيخنا، أنا عايزة أسأل سؤال بعيد عن الحلقة شوية. اتفضلي. يا شيخنا، أنا معايا بنت أخويا ليها يطلع 6 سنين أو 7 سنين ما بتكلمش أبوها خالص، وقاعدة حابسة نفسها في أوضة، حصلت مشكلة ما بينها وما بين أبوها، ولحد دلوقتي حتى لا طليق تشوف وشه ولا طليق تكلمه ولا طليق إنها تقعد معاه. سنها كام؟ سنها كام؟ سنها كام؟ هي حاليا في تانية جامعة. تانية جامعة، والكلام ده من 6 سنين، يعني في تانية جامعة، يعني كانت في الإعدادية. في تانية إعدادي بالظبط. صح. كانت في تانية إعدادي بالظبط يا شيخنا. ولحد دلوقتي يعني حاسة في نفسها في ده، وحصلت مشكلة كده وضربها وكده، بس راحت من بعديها ولا بيتكلموا ولا بتطلق حتى تشوف وشه، لو شافت وشه تصرخ وكده يعني. وجاب لها حاول يعني يوديها لدكاترة نفسيين، هي ما رضتش خالص. وجا حاول برضه يتواصل مع الشيوخ وكده، برضه ما فيش ان لا لا لا، مالناش دعوه بالشيوخ. هو دلوقتي انت بتقولي ان ده حصل بعد ما هو ضربها بطريقه بشعه. ضربها يعني، ضربها يعني بطريقه فيها قسوه وفيها إيلام. ايوه، عفوانيه شويه. ايه؟ عفوانيه، ضربها بعفوانيه شويه. طيب، ده احتمال، ده احتمال، بس انا مش قادر اتحمل، مش قادر احط الحاله اللي بينها وبين والدها على هذا الاحتمال فقط. فين سؤالك يا ام ياسر؟ ليها 6 سنين، عايزين نعرف يعني نعمل لها ايه. ده لا، هي لازم حد بتحبه قريب منها، لان هي كده عندها سر. معلش انا اسف جدا، هتسامحيني في ده. بدل هي مش عايزه تروح لدكتور نفساني، لو واحد متألم من اللي عمله والده فيه وجرحه وضايقه، فلو قلنا لها ان انت هتروح لدكتور نفساني من غير ما حد يعرف لغايه ما نتخلص احنا من وصمه المرض النفسي دي، لو انت قلت لها كده وهي قالت لك لا، يبقى هي عندها سر. يبقى لازم يقعد معاها حد هي بتحبه وبتثق فيه، ويفتح المجال معاها عشان تبوح له بهذا السر. واضح يا حاجه مياسر؟ لان المساله هو ده تحلها، لأن هي لازم تروح لدكتور نفساني. إذا كانت هي لما بتشوفه بتصرخ، ولما ما تحبش تشوفه وتبتعد عنه وتستخبى منه لو هو جاي، يبقى كل الكلام ده معناه إن هي محتاجة دعم نفسي في أسرع وقت، فلازم تعملي كده أهو. يبقى في عندنا خطوتين. الخطوة الأولى إن إحنا نشوف حد قريب منها يسمع منها، يخليها تبوح باللي جواها. الأمر الثاني إن الشخص ده كمان يقنعها بان هي محتاجه دعم نفسي ويوديها للدكتور ان شاء الله. معانا الاستاذه فاتن من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال حضرتك بالنسبه للحالات اللي يعني فيها سجود السهم، يعني الحالات ايه اللي هي قبل التسليم، وايه الحالات ايه اللي بعد التسليم؟ يعني طب واقول لحضرتك، احنا دلوقتي عندنا في سؤال ثاني. اتفضلي اتفضلي. هو بالنسبه لصله الرحم، يعني انا عندي يعني هو سؤال، مات اخويا على طول عمرها من يوم ما عرفتها ومن ايام كانت معايا في الدراسه، وهي ما بتحبنيش، فهي دلوقتي كل مده توقع بيني وبين اخواتي واولادها، تطاولوا عليا وشتموني اخر نوبه، لدرجه ان رحت عند دكاتره نفسيين وتعبانه، وقعدت شهر بحاله تعبانه قولون، واتبهدلت اخر بهدله بسبب، ورغم ان هم عارفين ان هي بتكذب، بس كله بيصدق وبيقطعوني، كلهم مقاطعيني دلوقتي. فرأي طيب حضرتك ايه في كده، او رأي الدين في كده؟ اقول لحضرتك السؤال الاولاني، حضرتك بتسألي عن سجود السهو، وسجود السهو بيكون امتى؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء. احنا عندنا في مذهب السادة الشافعية ان احنا بيكون السجود السهو كله قبل السلام، سواء كان بالزيادة او بالنقصان. يعني لو واحد في الصلاة زود حاجة، زي جاب ركعة أو سهى فترك التشهد الأول، في الحالتين دول يعمل إيه؟ يسجد للسهو. إمتى؟ قبل السلام، وده الأيسر وده أسهل، وده اللي إحنا بنفتي بيه، إن يكون سجود السهو قبل السلام. لأن في تفصيلة بتقول لك لو كان زاد يبقى بعد السلام، لو كان نقص هيكون قبل السلام، وده مذهب الساده المكيه. لكن احنا بنفتي بمذهب الساده الشافعيه بان يكون سجود السهو كله قبل السلام.
السؤال الثاني، هما بيعملوا معاكي كده ليه؟ صعب قوي ان انا دايما اقول للناس ممكن الناس تتكاتف ان هي تأذي الحد او تاخد منه موقف عشان مصلحه، بس صعب قوي ان يكون البيت كله الاهل كلهم. انت بتقولي ان زوجة اخوكي كان زميلتك، يعني ممكن تكون انت كمان اللي مجوزاهم. فانا نصيحتي لحضرتك ان انت تحاولي بشكل او باخر ان انت ما تركزيش في كل اللي هم بيعملوه على ان هم بيتامروا عليكي. لا بلاش، يبقى اول حاجه شيل فكره المؤامره ان هم بيتامروا عليكي. الامر الثاني، اتعودي ان انت وانت بتعملي الاشياء الحسنه وانت بتوصلي اخوكي وانت بتوصلي اخواتك وانت كمان بتتعاملي بالحسنى مع زوجة اخوكي، اتعاملي معاهم عشان ربنا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. ده مش بس في صله الارحام، في كل العلاقات كده. اللي عايز علاقته ان هو علاقته يكون هو اللي محافظ على العلاقه وياخد ثواب العلاقه، يبتدي هو بالسلام، دايما يتعامل بالحسن. فرايي ان انت احسني اليهم. ليه؟ مش لانك انت محتاجاهم، لان هو دوت اصحاب الاخلاق الكريمه يعملوا كده. ما تجيش تقولي لنفسك والله انا مش هعرفهم لان هم والعياذ بالله ناس اشرار بيجتمعوا على الشر وبيجتمعوا على الاذيه. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فانا شايف ان انت تحسني اليهم وتتعاملي معهم بالحسنى، ده الافضل والاحسن. ونصيحتي ليهم ان هم يتقوا الله سبحانه وتعالى. كسر قلوب العباد الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها، ومظالم العباد الله سبحانه وتعالى لا يسامح فيها الا اذا العباد سامحوا فيها. فاتقوا الله في اختكم واتقوا الله فيها، لان في الحقيقه ديت وصيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خير. نعم، ام كريم تتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ، لو سمحت انا عايزه، عندي سؤالين كده عايزه اسال حضرتك فيهم. اتفضلي. انا ابني كان خاطب قبل كده، وبعدين ما توفقش، يعني قبل الخطوبه بثلاث ايام قال لي: يا ماما انا مش هكمل. طيب. قلت له: لا يا ابني، احنا ايه، مش هنظلم واحده بنت صغيره، كمل واللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. كمل واظلم نفسك واظلمها معاك. ولا تظلم نفسك ولا تظلمها، كمل وشوف ربنا هيعمل لك ايه. انت بتصلي، هو ابني بدأ عنده 26 سنه وبيصلي وعارف ربنا ويقرا قران وزي الفل، مربيه تربيه حلوه. فين السؤال بقى؟ اصلا في جيم. طيب معلش معلش، عشان كده عشان كده يا حاجه ام كريم، عشان السؤال ما يختلطش ان انت بتدوري له على عروسه، اساليني السؤال. ما بدورش على عروسه. طب ما انا عارف، اساليني عروسه وجاب لها شبكه غاليه جدا واديها لها، لان هو ايه يعني من حته حلوه وكويسه. عشان خاطري، عشان خاطري يا ام كريم. المهم السؤال يا دكتور. ايوه. انا هو جه يوم الخطوبه رجع قال لي: يا ماما الخطوبه تمت، بس انا ايه مش عايزه اكمل. قلت له: اللي انت عايزه اعمله. انا عمري ما رفضت له طلب وعمري ما اخترت له حد، هو اللي بيختار عشان ما يقولش بعد كده. ده يعني هو سؤالك دلوقتي لما احنا فسخنا الخطوبه، الشبكه مين اللي هياخدها؟ هم الشبكه. طيب هل من حقهم؟ طيب يا ستي، عايز اقول لك حاجه يا ام كريم. ابنك، يعني انا اقول لك الفتوى وبعدين اقول لك نصيحتي ليكي انت بالذات. اول حاجه ان الشبكه دي جرى العرف، وكمان ما جرت عليه محاكم، ان الشبكه دي جزء من المهر، ولكنه جزء من المهر مقدم قبل الجواز. فاذا الجواز ما تمش يبقى خلاص المهر يرجع له. يعني احنا لا عندنا كاتب كتاب ولا عندنا دخله. لو عندنا كاتب كتاب هناخد نص الشبكه، لو عندنا دخلة هتاخد الشبكة كلها. يبقى إيه اللي حاصل؟ وهنا لا حصل لا كاتب كتاب ولا دخلة، يبقى إيه اللي حاصل؟ ترجع الشبكة للخاطب. طيب لو أهل المخطوبة تضرروا، يرفعوا أمرهم للقاضي ويقولوا: إحنا تضررنا والله، اشترينا كذا وعملنا كذا، فده وقع لضرر علينا، وإن دوت مش هينفع نعمل فيه كذا، وإحنا ده ضرر وقع علينا، فنعمل إيه؟ فيروحوا للقاضي ويطلبوا الكلام ده. فأنت بتسأليني: لا إحنا عايزين نعرف. لا، الشبكة ترجع للخطيب، وخاصة إذا كان هو أراد إن هو ما يظلمهاش معاه ويأذيها معاه. فلازم نفهم ده بشكل واضح جدا، فالشبكة ترجع له. نصيحتي ليكي بقى يا أم كريم، لو سمحتي سيبي ابنك يتنفس، سيبي ابنك ياخد قراره.
على فكره اللي وقع ابنك في الورطه دي حضرتك، لان هو راح خطبها عشان يجاملك انت عشان يرضيكي. فلو سمحت ما تعمليش كده، وما تقوليش ان انا انا اللي عايزك ما تعملي له كل اللي هو عايزه، ولا عايزك كمان تضغطي عليه عاطفيا عشان ينفذ اللي انت عايزاه. فبلاش ده وبلاش ده، وسيبي ابنك، ابنك خلاص بقى كبير يستطيع ان هو ياخد قراره بنفسه. استاذه فاطمه تتفضل. سلام عليكم. الغربيه تتفضل. سلام عليكم. السلام عليكم استاذه فاطمه. انا يعني ليا ظروف خاصه ان انا انفصلت عن والد عيالي، كنت جايبه منه بنت وولد. والبنت دلوقتي متجوزه ومعاها بنات. وابني اتجوز برضه وعنده 40 سنه. بس الصله بينه وبين ابوه صعبه قوي، اللي مصعبها ابوه. يعني البنت بتحاول تكلمه يرد مره 10 لا 30 لا، اقول لها برضه سنك وراه. ابني ده قاعد بره وكان هنا قريب. فيعني المهم احنا بنضغط عليه جامد علشان يكلم ابوه. قال لك انا عملت محاولات، بيهزقني ويشتمني، بيهزقني ويشتمني كل ما قابله. فانا مش عارفه، انا خايفه على ابني علشان صله الرحم دي، مش عليه هو، لان هو الولد عمل ما بداله، وهو اصلا مش عايز يعمل اب لابنه، لدرجه ابني جاله حاله نفسيه. طيب تعالي بقى نتكلم. يعني درجه حضرتك كان والده اخوه مات، يعني عمه مات، فاتصل من السعوديه، بيتصل بباباه بيقول له البقاء له، قال له عزاك مرفوض قدام الخلق كلهم ولاد عمه. طيب. حتى لدرجه ولاد عمه يقولوا بيعمل معاك لي كده، مع ان الواد ده مؤدب جدا على فكره. و طيب يعني سؤال بباباه. حضرتك دلوقتي ابنك يعمل ايه؟ ابنك يعمل ايه عشان يحافظ على صله الرحم؟ ما هو الثاني يعني مش عارف ربطه ليه. اجاوب على حضرتك. بص يا حاجه فاطمه، ابنك يستمر في وصل والده ويعمل كل ما يستطيعه من الإحسان لوالده، لأن دوت الواجب عليه شرعا، واجب عليه شرعا أن هو يعمل كده. مش والده اللي هو بيكلمني دلوقتي ده، حضرتك بتكلميني عشان ابنك يعمل إيه؟ يستمر في الإحسان إلى والده على كل حال، ولما يعمل كده يعمل الكلام دوت، وكل ما يزداد دي والده عليه وأذى والده عليه كل ما يزداد ثوابه. فهو يستمر في ده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصلح حال والده. انا بس ما بحبش الطريقه اللي بيعملوها، تعملها الزوجه لما تكون على خلاف مع زوجها بين اولادها. ايه اللي حاصل؟ ان هم يحطوا صوره الوحش للوالد كده، وهم هيرفع سماعه التليفون ويتصل بالوحش. لا، ده بيتصل بابوه، بيتصل بالرجل اللي كان سبب في وجوده، بيتصل برجل الله سبحانه وتعالى جعل اسمه مقترن باسمه على طول. فهو لما يتصل بيه يتصل على انه بيتصل بحبيبه، أصل هو عمل له حاله نفسيه من الصد ومن الرفض ده. هو ليه طيب؟ ليه يشعر بان هو لما بيعمل كده؟ هو في الحقيقه ده هو راجل كبير، ابن حضرتك راجل كبير، فيجب ان هو خلاص تجاوز مساله الرفض ومساله الصد دي. فهو يظل يحسن الى والده ولو بالقدر اللي يستطيعه. يعني خلاص، لا هو دلوقتي حصل له حاله نفسيه ومش هيقدر يعمل حاجه غير انه يتصل بالتليفون بس، او يبعت له رساله بس. في الحاله دي عشان يحافظ على نفسه من انه يمرض ويحصل له شيء من سوء من تطورات الامراض النفسيه. لكن خلاف ذلك لا، يواصل ويتصل، وحتى لو قفل التليفون في وشه، وحتى ولو اسال ايه، لان ده والده. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طب هو ما قالوش كده، يبقى هو اولى. يبقى انت لازم ابنك يواصل احسانه الى والده، ولازم كمان يقبل على الله سبحانه وتعالى من باب والده. باب الوالدين دول اعظم باب بندخل فيهم على رضا الله سبحانه وتعالى. استاذ طارق من اسيوط يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا دكتور. الله يرضى عنكم. شكرا ليك وللكنترول والله. الله يرضى عنكم ومبارك فيك. وشكلك مجهد يعني، ربنا يعينك. الله يعزك. ربنا يعينك. ربنا يحفظك. حضرتك أنا قايل للكنترول إن أنا سؤال واحد بس، أستأذنك هطمع في السؤال الثاني. اتفضل يا فندم. طيب أول سؤال، لا صلاة للمنفرد مثلا، يعني إيه أنت دخلت المسجد لقيت المسجد كله إيه؟ الصف الاولاني تمام خلاص. تمام. فدلوقتي ممكن انت جاي وهتسحب كرسي، يعني انا ساعات بصلي على كرسي فقعدت، تمام، صليت وقعدت، ف
فكلهم مثلا قالوا لي ايه، لا لازم كنت تسحب حد او تيجي على جنب كده. لا تسحب حد ليه؟ تسحب حد ليه؟ ما اعرفش هو الكلام اللي ده قالولي. هذا عشان هذا عشان ما تبقاش لوحدك. اسمع بس، انا منفرد، ده الحديث اللي لا هم فاهمين غلط، هم فاهمين غلط. ده طيب عندما لا تكون، عندما لا تكون عله. اذا كنت انت هتصلي على كرسي فخلاص ده مباح لك ان انت تصلي، ولست انت وكانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف الذي تعمد الا يصلي مع الناس، لكن انت ما تعمدتش، انت في عله. فلذلك هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح، وما تعملش حكايه ان واحد يشد، انك تشد واحد من الصف عشان تبقوا اتنين وتنقص الصف الاول. حضرتك يا دكتور، هل صلاه لمنفرد ان حتى لو هو ما عندوش عله، هل ما يسمحش ان حتى هو حتى لو ما عندوش عله الصلاه بتاعته لا تبطل، حتى لو ما عندوش عله. تمام. ولذلك ينص الفقهاء على ان من اقتدى بالامام في اي مكان من اماكن المسجد فصلاته تصح جماعه. خيرا والله. اخر حاجه ممكن، طيب اتفضل. طيب بس ده مش معنى كده ان الناس تسيب الصف، لكن هو من المستحب له اذا وجد فرجه في الصف ان يتمها. طب اذا صلى منفردا، هو ده قد لا يكون هذا هو الكمال في مساله الصلاه، ولكن هذا لا يعني لا بطلان صلاته ولا بطلان جماعته. لا بطلان صلاته ولا بطلان جماعته. اتفضل. اخر حاجه بس عشان ما اعطلكش. ابدا مفيش تعطيل، انا سعيد. جزاك الله خيرا. لحمه الاضحيه تمام اتوزعت للاهل وللاقارب، اما باقي الفقراء، جزاك الله خيرا، اما باقي الفقراء يتبقى منها تمام، بحيث انك انت ايه يعني انا مش لاقي يعني الاجزاء اللي انا بوزع، الناس اللي هي بوزع لهم اغلبيتهم ممكن مش بلاقيهم، فمتواجد منها، هل ده هاخد ذنب عليه؟ ان انت ما قدرتش توزع للفقراء؟ لا وزعته بس متبقي منه جزء، بس الجزء ده لا هو لا محطوط لا ليهم هم تمام، بس ايه كل كان ما انت كانك يعني ادخرت جزءا للفقراء الذين سياتي ستقابلهم ستتعرف عليهم، دوت ما فيهوش حاجه وليس عليك اسم ولا ينقص من ثواب اضحيتك. خلاص هذا لن ليس عليك اسم ولا ينقص من ثواب اضحيتك يا سيد طارق، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الثواب الكامل وليس عليك شيء فيما فعلت.